أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عبر تقنية التناظر المرئي مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا. وقد أشاد المسؤولان خلال هذه المباحثات بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا التي يعتبرها الملك محمد السادس شريكا طبيعيا، وفي أفق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى وبمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي في العديد من المجالات وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي. ودعا الجانبان إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد باعتبارهما شريكين استراتيجيين مع الاستفادة من التكامل بين البلدين. وتناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب العربي الكبير والساحل والمنطقة الأورو متوسطية.